توجه إليكم جميعا بالشكر على الثقة التي قبل قليل منحتموني إياها. بتزكيته من الثلث الرئاسي وحزبي الأفلان والأرندي، عبد القادر بن صالح سيقود مجلس الأمة لعهدة جديدة على رأس الهيئة. التزكية نتاعو جات من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية، وإحنا في حزب جبهة التحرير الوطني منضبطين بهذا القرار الذي أعلنه السيد رئيس الحزب رئيس حزبنا رئيس الجمهورية، ولذلك منضبطين معه تماما وزكيناه أن يكون رئيس للمجلس، هذا بتعليمات قيادة الحزب. العهدة الجديدة لمجلس الأمة يرها أعضاء جدد فرصة لنقل انشغالات منتخبيهم في القاعدة، أما آخرون قدماء فيعتبرون العهدة محطة لتعزيز دور مجلس الأمة في المجال التشريعي. هدفنا هو الصالح العام دون شك، على مستوى المحلي التنمية، على مستوى المحلي الولاية كان نقائص، كان نقاط ضعف، كان مناطق اللي تحتاج إلى دعم. إعطاء صلاحيات أكثر للمجالس المنتخبة عموما هو تكريس لسلطة الشعب على مقدراته، هو تكريس للديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني بأطيافه، واللي يعتبر المجالس أحد لون من ألوان المجتمع المدني. التعديل الدستوري لسنة 2016 حمل صلاحيات أوسع لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع قوانين وتعديل أخرى، ويبقى تجسيد هذا الدور منتظرا خلال العهدة التشريعية الجديدة.